يعني. قعدت تلعب في النادي الاهلي، واقول بقى بالمره بقى بنلعب في قطر مباراه. مباراه كانت من احلى المباريات اللي لعبتها انا ومحسن، مباراه غير عاديه وماشيه معانا، كل حاجه بنعملها ماشيه. جينا في الهاف تايم الثاني، قال الله يرحمه كابتن فؤاد شعبان، قال للكابتن محسن، قال له انت هتقعد هتلعب 10 دقايق، ما قالكش تقريبا. لا لا لا، طب احكيها انت بقى. كنا في مباراه وديه يعني، بنلعب مباراه وديه وكده، وكنت انا راجع من الاصابه. ايوه. وببذل مجهود كبير جدا عشان في العلاج، تدخل في عشان الاساسي، ارجع لمكاني تاني. فكنت بتمرن 3 مرات في اليوم. ووصلت الفورمه كويسه جدا. لما رحنا قطر فقالوا التشكيل في قطر، ها كنا في قطر، في قطر. قالوا التشكيل اللي هيلعب المباراه فلان 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 فلان، هيلعب المباراه كلها، فلان هيلعب شوط، مصطفى عبده هتلعب شوط، وشويه بعد 10 دقايق من الشوط الثاني هتطلع محسن صالح، انت هتلعب الماتش كله انت هتلعب الماتش كله. عاوز يشوفك بقى في الملعب. لا لا، معناها انك انت بره الماتش بتاع الدوري، احنا رايحين نلعب دوري ثاني، فاهمني؟ فمصطفى عبده، وبعدين الله يرحمك يا كابتن فؤاد شعبان، يعني كنت قاسي ساعتها، قال مصطفى انت هتلعب 10 دقايق وتطلع ترتاح عشان الماتش بتاع الدوري، ده بعد بدايه الشوط الثاني، عشان ماتش الدوري اللي عندنا. ايوه. محسن انت هتلعب الماتش كله. طب يعني مش ده هتقولها. اللعيب اللي كان عاوز يلعب بيسال الكابتن جندي الله يرحمه، يقول له ايه كابتن، ممكن اكل رز؟ يقول له لا، بالصوص كمان، يعني انت بره ال 16 عشان يبقى ده معروف يعني. فالمهم انا نازل عندي حماس كبير، لكن زعلان ان انا هلعب الماتش كله، يعني انا بره الماتش اللي بعده، بعد اللي انا عملت المجهود ده كله. طب افرض انا عملت ماتش كبير هنا دلوقتي، قلت طب هعمل ماتش كبير هنا. فنزلنا، انت كنت ساعتها يعني متالق، الكوره ماشيه، كان جايبين لي باك راي، باك ليفت، ده كان انت بطل عليك قطر، 3 باكات. فاعمل السرو، مصطفى يفتح من نص الملعب، بيوصل لغايه الرايه، يرفع جول 1 2 3، الباك يجي له شد عضلي، يروحوا شايلينه وجايبين واحد ثاني، يعني نفس الحكايه، بعد 10 دقايق يروح جاي له شد عضلي، يروحوا شايلينه، وبعدين في الاخر جابوا الباك الشمال لعبوه هنا، ورجل الباك اليمين لعبوه هناك، عشان خاطر ايه يعني يوقفوا مصطفى عبده. والجمهور هناك، الجاليه المصريه كانت قاعده بتغني لمصطفى، يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. ومصطفى كان متكيف قوي يعني، وتقول لي ماشي معاه قوي يعني. فالمهم خلصنا الشوط الاولاني ودخلنا على الشوط الثاني، عدت 10 دقائق وحان وقت خروج مصطفى عبد، فقالوا له مصطفى، عملت نفسي مش واخد بالي، تعالى. فمصطفى بص يروح لهم، يا مصطفى تعالى، انا مبسوط انا مبسوط، سيبوني انا متكيف، انا متكيف سيبوني. والجمهور قاعد يغني هو ايه، ويقولوا لا لا لا، يعني مش عايزين نطلعوا مصطفى. فبعد شويه فلقيت حد بيقول محسن، فانا مش اخد خوانه، انا هلعب ماتش كله يعني. فبصيت كده يعني مين في ماتش، بس بالماتش ده انت عملت لي حوالي 50 كوره، كلها كور غير عاديه، جبنا منها 3 اجوال. انا عايز اثبت ان انا كويس عشان تلعب عشان العب الماتش. ولما قالوا بقى هتلعب ماتش كله، فعانيت اكتر، قلت هوريهم ان انا جاهز. فلما قالوا الحكايه دي محسن، فانا مش عارف مين محسن، بصيت كده مين محسن، ف قال لك انت لا، وانت قلت لي، قلت له مين ادول، قلت لهم انا، قلت لي انت ايه، كلم الكابتن فؤاد، قلت لهم انا، قالوا قمت طالع، انا كنت في الجهه اليمين خالص، طلعت ماشي بطيء بطيء بطيء، بفكر هقول ايه ولا هعمل ايه، كنت منفعل، بس انا ما بغلطش عموما يعني. فجيت لغايه عند اخر خطوه، قلت لهم دي اخر مباراه، السلام عليكم. قمت طالع قاعد على الدكه، اللي كله قاعدين قعدوا يضحكوا. بعد 10 دقايق انت قلت لهم طلعوني بالظبط، مش حاجه خلاص. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه كمان، انت لما جيت في الماتش ده بالذات، يعني عاملين كوره فيه ما فيش احلى من كده. فلما كابتن محسن اتغير، انا الملعب زي ما يكون عمل كده. فقمت رايح للكابتن فؤاد الله يرحمه، قلت له فؤاد طلعني، قال لي، قلت له طلعني، وانت قلت لي، وانت طالع قلت لي ما تكلمهم، عملت نفسي مش سامع، وانت ماشي طالع لقدام. وفعلا كان اخر ماتش على فكره، ما هي بقى هنا يعني انت اللي بطلتني. لا يعني لو كنت طلعت كان زماني مستمر بقيت دلوقتي. الاصابه اللي جات لك كانت عباره عن ايه؟ الاصابه اللي جات لي تمزق في العضله الاماميه. أمامية. كنا بنلعب ماتش الزمالك. ايوه. وبعدين في كوره انا
بشوط بوجه القدم. فكان علي خليل نازل من مركزه لنص الملعب يدافع. فعمل كت على وش الرجل، ضربت عندك العضله الاماميه. فردت في الفخذ، عمل تمزق في العضله الاماميه. فلما نزل الدكتور كان حسام شراره أيوة. فاكر، فكان زمان ما فيش غير البخاخه دي اللي بيبخوا بيها دي يعني، فجاي يبخ في فين؟ في وش رجلي. فانا بقول له يا دكتور شني، انا عندي تمزق. قال لي لا لا بسيطه، دي ضربه في وش رجلي. وعملك مساج. قلت له يا دكتور انا عندي تمزق، عندي تمزق في العضله الاماميه. لا يا، قلت له يا دكتور اسمع كلامي انا اللي متعور مش انت. فالمهم شالوني وطلعت على بره، عملنا بعد كده كشف طلع ان في تمزق. دخلت علاج طبيعي للاسف يعني، كان العلاج او التشخيص مش سليم. سافرت انجلترا عملت عمليه، فتحت 19 سم. 16 سم 19 سم عشان يعمل ايه؟ يلحم العضله، يعمل توصيل. توصيل، توصيل العضله. دي كانت حاجه جديده دي. اما اللي حصل انه لما حصل خطا في العلاج، العضله عباره عن الياف. ايوه، فالالياف مش كلها بتتقطع زي الليفه اللي بتستحمل. ايوه بس الكلام ده حصل لنا في ماتش اهلي والزمالك مع نوح ادم برضو. بالظبط، شاطني بسن الجزمه هنا في فخدي. ففي جزء من الالياف دي بيتقطع مع العلاج، العضله بتقصر. العلاج كان للاسف انه بيزيد التمزق لغايه ما وصل لتمزق كامل. فما كانش فيه اي فرصه للتشافي الا بتوصيل الياف صناعيه في طرفين العضله. لما خلصت الموضوع ده عملت علاج طبيعي. الدكتور كان قايل لي حاجه، قال لي ما تعملش، ما تنزلش تلعب قبل ما تعمل احماء للعضله الاماميه. تطويل على العضلة 20-25 دقيقه لوحدها. أيوه. وبعدين تعمل احماء. وقلت للمدرب، قلت له الكلام ده للكابتن هيدوكوتي، قلت له لما هلعب قول لي قبلها بيوم، انزل قبل اللعيبه اسخن وبعدين اسخن وبعدين العب. فلقيت نفسي بقعد احتياطي، وانت عارف يعني لما لعيب بيصاب وبيعمل عمليه كبيره. وبعدين اللعيب لما يكون اساسي وبتشال من راح بتحط احتياطي، دي بتاثر مثلا 50% من اللعب. بالظبط، والمدرب نفسه اصلا ما عادش بيثق فيه ان هو يديله الوقت الكافي. طبعا فلقيت نفسي بقعد هاف تايم، وبعدين لقيت نفسي بقعد هاف تايم ونص. طب انا لو نزلتني بقى 25 دقيقه ولا 20 دقيقه، طب هسخن عضله امتى وهسخن نفسي امتى؟ نعم نعم. وبالتالي كان قرار الاعتزال يعني كان موجود خلاص في ذهنك. بقى كان موجود. طيب انت ساعه ما تعورت، وزمان كان لما الاسعاف تنزل الملعب معناها ان كان في حاجه جامده قوي، الحوار اللي دار بينك وبين الكابتن لطيف ايه؟ هو وقتها الكابتن لطيف جاي يعمل تسجيل معايا. وكان في نفس الوقت كان الخطيب كان عنده اصابه في العضله الضمه. فاحنا الاثنين كنا بنتعالج في انجلترا مع بعض. ايوه. فالكابتن الخطيب جاي عمل معايا لقاء في الفندق اللي احنا ساكنين فيه. أيوة. فواحنا قاعدين بنتكلم فجاه لقيت الكابتن لطيف ده راح منطور كده من على الكرسي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لما شاف العضله انا بصيت كده في ايه، ببص كده تحتي لقيت بركه من الدم، بركه. اتاري ان وانا قاعد المفروض ان انا اقعد فارد رجلي. فارد ليك؟ فانا حصل نزيف وايه، وعملت انسناء للركبه. فالعضله بعد ما كانت مفروضه اتشدت قطعت، فالخياطه اتفتحت وبالتالي حصل النزيف وانا ما كنتش حاسس. مش حاسس بيها؟ فالمهم قطعنا التسجيل وجاء طلبوا الاسعاف. الاسعاف خدني وراحوا على المستشفى وعملوا خياطه ثانيه والموضوع. يعني كان في الاوتيل مش في الملعب؟ لا لا، كان في كان التسجيل كان في الفندق في انجلترا. مش الله يرحمه الكابتن لطيف. هو كان شيخ المعلقين بصراحه. كان يعني اتخض ساعتها لما شاف الدم. طيب المراحل بتاعت العلاج طولت معاك ولا خدت ما خدتش وقت؟ انا كنت بتمرن 3 مرات في اليوم عشان ارجع بسرعه. ما هو دي يعني اللاعب هو اللي ممكن يحسم الامور، لو خد موضوع الاصابه بتصميم وعزيمه يرجع بسرعه، لكن لو خدها بيأس وزعل واستهتار بيطول، الاصابه بتطول معاه. نعم. انا بالنسبه لي يعني انا كنت الصبح وظهر وبالليل كنت بعمل تمرينات سواء جلسات. أيوة أنا او تمرينات. طبعا كنا بنشوف تمرينات في الملعب يعني. وبالاخر انا يعني وصلت، بس عشان اكون صادق كمان يعني، انا وصلت ان انا العب ممكن 3/4 مباراه. ودي كانت مزعلاني لان انا من اللعيبه، وانت عارف ان انا يعني احب العب الماتش كله. طبعا طبعا. انا حتى انت فكرتني بحاله كده،
ليه؟ انه انا من اللعيبه اللي ما كنتش اقع في الملعب او ايوه ان انا ادعي الاصابه ايوه ايوه او ان ايوه انا اسرق الكاميرا وكده. تعرف كان عندنا مثلا عندنا اساتذه فنانين كابتن اكرامي اكرامي كان له كل ماتش يعني كده طيب. 3 4 دقائق سولو يعني يقع ونقول له ما تقوم بقى يا عم اكرامي احنا بردنا بقى وكده. كان في لعيبه بتجيد نعم. فجيت مره كده في ماتش كده قلت طيب ما اللعيب ده لما بيقع المذيع بيقعد يقول يعني ان شاء الله تكون سليمه ويقوم بالسلامه ويا جماعه دعواتكم وكده بيظبط عليه ويعني بياخد شو طب ما تدلع نفسك شويه كده زي اللعيبه دي فجيت كوره وهي وعملت اصطدام فقمت واقع عامل نفسي بقى ميت يعني بقى. فالمباراه وقفت الحكم صفر وجاء الاسعاف دخل والمدلكين ومش عارف ايه والكابتن لطيف وانت فاكر كان في راجل بيشتغل في الاسعاف كان اسمر الاسمر عم سي عم احمد حاجه فلقيته ايه شايل فرصه بقى المهم شايل وطلعنا لغايه الخط بره وحطيني وجاء الدكتور وبدا بقى يعمل علاج وبتاع قلت له اوكي اوكي يا دكتور اوكي خلاص يعني انا عملت كويس. اللي انا عايزه بقى اوكي يا دكتور شكرا وقمت واقف فوقفت بقى حكم يا حكم بنادي الحكم اول ما اسمع صوت من ورا يقول لي ايه تعالى يا حكم يا بتقول له يا احمد قول له يا مصطفى انا ده ما صدقه والحكم بيبص كده ومستغرب ولا الصوت يقول لي ايه تعالى وبعدين بصيت ورا قالوا لي تعالى احنا نزلنا واحد تاني خلاص وهي كانت الوقعه واحد تاني هو الواحد يعني ما يدلعش ابدا في البلد كنت خدت قرار اعتزالك وكنت قلقان فيه ولا كنت خدت القرار ولا راجع فيه؟ لا انا كنت يعني بعد الاصابه او قبل الاصابه انا حاطط لنفسي ان انا ابطل 28 29 لانه التدريب كان بس 28 سنه يعني كان لسه ممكن تعلق بتاع سنتين ثلاثه كان ممكن كان ممكن بس يعني لسببين يا مصطفى اولا الكوره ما كانتش مجزيه ايوه عشان الواحد يحارب يقعد ويطول وكده ما كانتش مجزيه فانت عملت ايه؟ يعني الاهداف اللي في دماغي اهلت نفسك بقى حققت كل الاهداف اللي في دماغي يعني لعبت ووصلت ولعبت يعني انت راضي عن مشوارك الكروي كله جدا جدا كله. الحمد لله طيب انت ما استعجلتش في قرار اعتزالك ولا كان في الوقت المناسب لا ما كان ممكن اكمل سنتين كمان لكن انا خدت القرار عشان خاطر ابدا مشواري في التدريب بدري طيب في الحته هنا عاوز امتى اللعيب يقول انا هعتزل بص يا مصطفى لان دلوقتي الموجود الفتره دي ما حدش بيعتزل ما فيش حد بيعتزل بص عايز اقول لك حاجه رغم انت ما تعملكش ماتش اعتزال خلي فيك على فكره وما طلبتش ليه يعني دي اسمها مباراه تكريم اي ما هو ده حقك فاهم حقك لكن يعني انت فاكر يعني مباراه الاعتزال كانت بتتم ازاي تعلن اعتزالك النادي بيدي لك الموافقه بتاخد تذاكر تروح توزعها على رجال الاعمال فحسيت ان العمليه فيها استجداء يعني انك انت تروح وتبيع تذاكر وانك تروح تجيب اعلانات ما كانش بيه لسه بعمليه الاحترافيه مفيش هو اللي نظمها الكابتن حسن حمدي بس كده اللي نظمها قال لك يا جماعه انت عايز تعمل ماتش اعتزال خلاص خلي الاهرام يعمل لك ماتش اعتزال هتاخد فلوسك وانت قاعد معزز مكرم لكن قبلها كان عمليه فيها يعني مهانه كبيره انك انت طبعاً تروح طبعاً. وكذا ومش عارف ف يعني قرار الاعتزال بالنسبه لي انا كنت لانه زي ما قلنا الكوره ما كانتش بتاكل عيش طبعا كلاعب لكن كمدرب ممكن وبالتالي فكان من نظرتي للتدريب هي الاكله دماغي يعني ما يدلف تفكيره فكرت فيها واهلت نفسك عليها فانا عايز ابطل عشان ابدا ادرس كويس وبعدين اشتغل يعني وده اللي انا عملته الحمد لله.